مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى قرطبة لمتابعة المؤتمر الصحفي الذي يعقده النائب السابق فارس سعيد ويتناول خلاله شؤون المنطقة وملفات الساعة. يلي اليوم يعني رغم كل الأحداث اللي عم تحصل بلبنان اجوا لعنا على قرطبة وعلى المنطقة الجردية، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بكل رؤساء البلديات ومخاطير المنطقة، مخاطير قرطبة، ينوح، المغيري، مجد العقورة، العقورة، مخاطير الغابات، أهلا وسهلا فيكم جميعا، أهلا وسهلا بالعائلات، أهلا برؤساء البلديات أيضا يلي موجودين بيناتنا. أنا أردت أنه اليوم نعمل هالمؤتمر الصحفي بهذه المنطقة بالذات من أجل أن نكشف أمام الرأي العام اللبناني يلي حصل امبارح بمنطقتنا يلي هي منطقة جبيل. أنتوا عم بتلاحظوا أنه من سنين في ثقافة جديدة عم بتحاول تفرض حالها بالبلد يلي هي ثقافة قطع الطرقات. في فريق من اللبنانيين معتبر بأنه يتمتع بما يكفي من القوة، يتمتع بما يكفي من النشوة، يتمتع بما يسمى الانتفاخ السياسي، وبالتالي قادر انه يعمل بلبنان يلي هو طالع عباله انه يقدر يعمله. بيطلع قرار حكومي بخمسة ايار 2008، ما بيعجبنا هذا القرار بنستبيح بيروت. بيطلع برنامج تلفزيوني ما بيعجبنا بننزل بنسكر اوتوستراد ميرنا الشلوحي. بيطلع قرار قضائي ما بيعجبنا منسكر طرقات عامة مثل ما صار امبارح على طريق أرطبة، طريق نهر إبراهيم أرطبة. تسكير هيدي الطريق مش معناتها أنه عم تتسكر الطريق على شخص أو عم تتسكر الطريق على شخصية سياسية، عم تتسكر الطريق على منطقة اللي ما بيعرفها بدي أعرفه عليها، على منطقة فيها حوالي 4000 بيت، 4500 بيت بين أرطبة ومزرعة السياد والمغيري وينوح ومجد العقورة والعقورة. هيدي المنطقة فيها حوالي 4000 بيت، أرطبة واحدة فيها 1000 بيت، العقورة واحدة فيها 800 بيت، وكل القرى يلي هي بين أرطبة والعقورة بيعملوا المجموع تبعهم 4000 بيت. طيب شو عم بيقولوا هودي الناس اللي عم بيسكروا الطرقات؟ اللي عم بيسكر الطريق عم بيقول أنا قبضاي لابس قميص أسود، قادر إني على بعد أمتار من حاجز للجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي اتحكم بمصير المواطنين، اوقف على الطريق، اقدر اقول للناس شوفوني انا اللي قادر اتحكم بمصيركم، ان كنت مريض محتجز بسيارتك، كنت مرة بدها تولد محتجزة بسيارتها، ان كنت رجل شاغل كل الجمعة وبدك تطلع سبت احد على ضيعتك، انا اللي بتحكم امتين بخليك انك انت توصل على ضيعتك. هيدي الطريق مش لألك، هيدي الطريق منا للدولة، هيدي الطريق لألي. اللي قاعد بسيارته شو بيكون عم بيقول؟ بيكون عم بيشعر بالعجز، عم بيقول شو هالبلد، كيف ممكن انه نحن نوصل لهون، وين القوى الامنيه، ليش ما بتفرض الدوله هيبتها بكل الاراضي اللبنانيه وخاصه بمنطقتنا اللي هي منطقه جبال. اذا بدنا نكمل باللي نحن ماشيين فيه بهيدي الطريقه، نحن لوين واصلين؟ نحن واصلين على اصطدام، وهذا الاصطدام عم بعمل أنا هالمؤتمر الصحفي اليوم بالتحديد تنتجنب. أنا ما بدي، أنا كشخصية سياسية مسؤولة بهذه المنطقة عم بقول على صوت عالي ما بدي اصطدام، لا مع علمات ولا مع لاسة ولا مع أفقة ولا مع رصصتة ولا مع حدا بهذه المنطقة. كل اللي بدنا إياه يلي عملوا لنا إياه أهلنا من خلال علاقتنا مع بعضنا نحن والشيعة بدنا نحافظ عليه. بس اوعى حدا يفكر ولا حزب الله ولا غير حزب الله انه كرامتنا على حساب حدا. اوعى حدا يفكر انه حدا بيقدر يسكر لنا طرقات بلادنا، طرقات ضياعنا، ونحن ما رح نواجه. اوعى حدا يفكر انه يلي بظن انه عنده بايده القرار السياسي مثل ما صار بال 2009، ويلي بظن انه بايده في قرار عقاري مثل ما تطاول على الكنيسة المارونية بلاسة، عم بيظن اليوم انه في بايده كمان قرار امني بالمنطقة. اوعى حدا يفكر انه هيدا الموضوع بيقطع بجبال مثل ما بيقطع بضياع تاني او مثل ما بيقطع بمناطق تاني. مع احترامي لكل المناطق، انا بدي انه يطبق القانون بكل لبنان، وما عم بفتخر اقول انه بهيدي المنطقة في زلم وفي شباب
بتحافظ على كرامتها أكثر من المناطق الثانية. كل اللي عم بقوله ما تجربوا الناس، كل اللي عم بقوله ما تفوتونا بحمام، ما تفوتونا بمشكلة منعرف كيف نفوت فيها ما منعرف كيف نظهر منها. بالوقائع شو صار؟ بالوقائع صار انه حصل خلاف فردي شخصي نهار الاربعاء بين شاب من بيت عساكر من مجد العقورة وشاب من بيت شقير من علمات. خلاف كان ممكن يحصل بين اثنين من بيت عساكر، كان ممكن يحصل بين اثنين من بيت شقير. خلاف فردي ما له علاقة لا بالسياسي وما له علاقة بالطائفية. حصلت شكاوى بين بعضهم من بعد ما صار المشكل. الدرك استدعى اثنين انهم ينزلوا يمسلوا امامه بالسرايا بجبال. ابن عساكر امتثل للقانون ونزل لعند الدرك، استجوبوا الضابط المسؤول عن سرية جبال، اتصلوا بابن شقير مرة واثنين وثلاثة، ابن شقير ما امتثل امام القانون. الضابطة العدلية بتتصل بالنيابة العامة الساعة 10 بالليل، النيابة العامة بتعطي إشارة إطلاق سراح ابن عساكر، وبالتالي ما حدا نزل خلع باب الحبس لا بيت عساكر ولا العقورة ولا مجد العقورة ولا أرطبة. نزلوا خلعوا باب الحبس وفلتوا الشاب. الشاب أطلق سراحه بناء على إشارة من النيابة العامة لأنه الطرف الثاني ابن شقير ما امتثل وما نزل عند الضابطة العدلية. نهار الخميس صارت هيدي القصة. الجمعة ما سكروا الطريق وما اعترضوا على القرار القضائي. امتين سكروا الطريق؟ سكروا الطريق نهار السبت. اي ساعة سكروا الطريق نهار السبت؟ الساعة 1:15 الظهر. طريق ارطبة يلي بتودي على كل هيدي الضياع ويلي فيها مثل ما قلت لكم 4000 وحدة سكنية. سكروا الطريق على حوالي 50,000 بني ادم. لا، قال هني معترضين على قرار صادر عن النيابة العامة من 3 أيام. وأكثر من هيك، الشباب والسيارات اللي وقفت على الطريق حكي نابي ووصلوا رسالة لفارس سعيد أنه نحن ساعة اللي بدنا نسكر طريق البيت. أنا بدي أتوجه لقلهم لقطاع الطرق وقل لهم أنه هيدي طريق بيتنا وهيدي طريق جرد جبال، هيدي طريق أرطبة، طريق مجد العقورة، طريق العقورة، طريق ينوح، طريق المغيري. لهني وللي جابون وللي حطون قادر يسكر طريقة لهم. وبرجع بكرر وبقول لهم ما يجربونا، نحن أصحاب سلم عم نعمل هالمؤتمر الصحفي مش من أجل المرجلي ولا من أجل إطلاق المواقف الهوائية. عم نقول لهم ما تجربونا، نحن ناس ما بحياتنا أردنا أنه تدخل هيدي المنطقة بلعبة الدم، ونحن ناس استوعبنا كل المشاكل اللي صارت. وهون بدي أسأل شو مسؤولية حزب الله بالأحداث اللي عم تشهدها منطقة جبال؟ هل هو يلي عم بيعطي النشوة والقوة تيتطاول من الطاول بلاسة على القرار الكنسي أو القرار القانوني؟ هل هو يلي كان وراء دورية مدنية فاتت استجوبت عمال سوريين بينوح من شهر؟ هل هو عاطي القدرة والقوة لشباب مبارح يوقفوا على طريق أرطبة ويوقفوا السير لمدة ساعة وثلث ويوجهوا رسائل نابية لإلي ولغير إلي أنا على طريق أرطبة؟ إذا إيه منقول له روح عملها وين ما بدك، بس بهذه المنطقة ما بيطلع لك تعملها. وإذا لا منطلب منه أنه كمان بمسؤولية أو يستنكر أو يطلع بيان، أو هو يلي بيمون عليهم كلهم سوا يضبهم. أحسن ما يجربنا لقلنا نحنا ويدخلنا لقلنا نحنا بمشكلة إلى أول ما إلى آخر. بدي أقول بعد شغلي، من بعد ما صار في موجة تفجيرات بكل لبنان أخذ قرار حزب الله أنه يستلم الأمن بإيده بمنطقة الضاحية الجنوبية. أهل الضاحية ما طاقوا حواجز حزب الله وطالبوا الجيش أنه يجي يقعد محله بالضاحية الجنوبية. بدكن نحن نطيق حواجز على الطرقات؟ بدكن نحن أنه بمناطقنا نحن نطيق أنه في 5 شباب 10 شباب 20 شاب لبسين قميص سوداء معتبرين حالهم أنهم قبضيات حاطين سلاح بسيارة حدهم بيتطاولوا على الجيش اللبناني، بيقرب ضابط من الجيش اللبناني أو أجيدان شيف من الجيش اللبناني بيقول له يا شاب
انا عندي اوامر اني افتح الطريق بالقوه، بس ما راح افتحها بالقوه. ومشكور هذا الادجيدان شيف، ومشكور الجيش اللبناني، ومشكور قوى الامن الداخلي لانه تدخلوا هن فتحوا الطريق. عم بيقول له يا شاب انا معي اوامر افتح الطريق بالقوه، بس ما راح افتحها بالقوه. عمول معروف افتحوا الطريق، قال له انا اللي بقرر امتين بفتح الطريق، والساعه اللي بدي انا بفتح الطريق، مش انت اللي بتقرر اي ساعه بفتح الطريق. لا، هيدي القصه نحن عنا ما بتقطع. وبالتالي انا حبيت اني وجه هيدي الرسالة، اولا اني اقول للرأي العام اللبناني شو عم تشهد هيدي المنطقة. انا بعرف انه الدولة دولة ضعيفة امام سلاح حزب الله، عم بتجرب تعمل يلي فيها تعمله. مشكور الوزير مروان شربل انه عم بيحاول يعمل قد ما في يعمل. وقت بيكون في حدا مثل رفعت علي عيد بيحكي الكلام اللي حكيه امبارح بطرابلس وما في دولة توقفه، دولة بتسجل هي وياه، معناتها هيدي الدولة ضعيفة. هيدا الكلام بيستحق توقيف بأي دولة بالعالم. مشكورة الدولة قد ما بتقدر انها تعمل. مشكور اللي فتح لنا الطريق امبارح يلي هي الدولة اللبنانية ببلدة علمات، وفتح طريق هالمنطقة كلها للناس توصل على بيوتها. مش مشكور ابدا حزب الله اذا ما استنكر. مش مشكور ابدا حزب الله اذا كان ورا هالارتكابات وهالمخالفات اللي عم تحصل. مش مشكور ابدا حزب الله اذا في ناس معتبره نفسها انه هي عم تستقوي علينا بسلاحه او بموقعه. نحن ما حدا بيستقوي علينا، هيدي بلادنا، ما حدا بيسكر لنا الطريق، هيدي ضياعنا، هيدي بيوتنا، هيدي عائلاتنا، ما حدا قادر يسكر لنا الطريق. اثنين، يلي كان بدي اياه من هذا المؤتمر الصحفي اني حطكم بوقائع الموضوع، هيدا اللي صار. والمسبات بالسياسي توجهوا لي فيها لإلي أنا. أنا عم حاربكم بكل لبنان. بكل لبنان، فيكم تسكروا لي الطريق ببيروت، فيكم تسكروا لي الطريق بساحة الشهداء، تركوا طريق أرطبة. تركوا هيدي المنطقة، ما فيكم عليها. اسمعوا مني أنا. هيدي المنطقة مش قادرين عليها. هيدي المنطقة بعده متر الأرض عنا رخيص. هيدي المنطقة لا عنا تريسياج ولا عنا تريسكي ولا منأجر بوتاتسكي، مع احترامي لكل الناس. هيدي المنطقة بتجرح. اسمعوا مني انا، ما تقربوا عليا. الرساله الثالثه، والرساله الثالثه اللي بدي اقولها لاهلنا هون بهالمنطقه، اوعى حدا منكم يفكر حاله انه مقطوع من شجره، اوعى حدا منكم يفكر انه حدا قادر يطول علينا. نحن بكل تلاويننا السياسيه واحد، نحن ما بدنا نصطدم مع حدا، نحن ما بدنا مشكل دم، نحن ما بدنا ندخل مع مشكل دم مع حدا، بدنا المصالحة مع كل الناس. بس اوعى يكون حدا منكم يفكر انه نحن لوحدنا بالمنطقة، اوعى حدا منكم يفكر انه نحن لوحدنا بلبنان، اوعى حدا منكم يفكر انه نحن لوحدنا بالعالم. نحن واحد ضد كل واحد بيتطول علينا. انا شاكركم جميعا، وبدي اطلب من وسائل الاعلام اذا حدا عنده توضيح انا مستعد للاجابة على كل الاسئلة. دكتور سعيد، هل بتشوف انه الحس الى طابع سياسي ام بس طابع فردي؟ أكيد إلى طابع سياسي. وقت اللي تطاولوا على أفرقاء سياسيين وأنا من ضمنهم، لوجدي السيارات اللي كانت واقفة غالبيتها عائلات من أرطبة، وقالوا لهم ما زالكم أنتم من أرطبة، وصلوا رسالة لفارس سعيد إنه نحن فينا نعمل فينا. يعني أنا ما اصطدمت معهم نهار الأربعاء، ومش أنا اللي استدعوني على السرايا. وصلوا رسالة لفارس سعيد إنه هني عم بيقولوا مثل ما منستبيح أوتوستراد ميرنا الشلوحي، مثل ما منستبيح وين ما كان، عفوا، قادرين ايضا نستبيح منطقه جبال. اللي عم نقول لهم اياه نحن، لا، بهيدي المنطقه انتم ما فيكم. شو راح تكون خطواتكم دكتور سعيد في حال تكررت؟ اول شيء قبل ما تتكرر، لانه حصلت امبارح، انا اسمي فارس انطون سعيد، مواطن جبيلي ابن ارطبه، وبشوف حالي بهيدي الضيعه، وبشوف حالي بهيدي المنطقه، بكل ضيعه من هيدي المنطقه. انا بشوف حالي لاني ابن هالضيعه، وانا بشوف حالي بابن عبود، بابن مغيري، بابن ينوح، بابن مجدي العقوره، وبابن العقوره، طبعا بكل الضياع. ما بدي ورط حدا من هيدي المنطقه الا انا فارس انطون سعيد بهيدي المنطقه مواطن. لا هون ما بعمل سياسي، وما بحاور امريكا ولا بحاور ايران، هون انا ابن هيدي المنطقه. اللي سكر الطريق امبارح بعلن امامكم انه انا بدي اخذ صفه الادعاء الشخصي ضده، وضد من يظهره التحقيق بأنه مورط بإقفال هيدي الطريق. تتفضل الدولة توقفهم، تقلنا مين إني، وأنا بدي أتقدم بدعوة. أنا بكرة رح كلف المحامين
اني اتقدم بدعوى على مجهول نهار السبت بتاريخ 8 تشرين الثاني، اقفل الطريق أرطبة من قبل عناصر موجودة على مفرق علمات. هودي العناصر الدولة بتعرف منني، الأجهزة الأمنية بتعرف منني، أنا بدي أتقدم بدعوة لسببين. أولا أنا هيدي طريق بيتي وهيدي طريق عام، هني أقفلوها عن غير وجه حق. الوحيد اللي قادر يعمل حاجز على الطريق هي القوى الأمنية الشرعية اللبنانية، ما حدا تاني. اثنين، لأنه الناس اللي كانوا موجودين وفي شهود طاولوا علي أنا بالكلام، وجهوا لي رسائل تهديد. مشان هيك أنا بدي أحفظ حقي، إذا نزل شعرة من راسي ببيروت، إذا صحت على الصابون بالحمام، إذا صار معي أي مشكل بأي منطقة بلبنان، هودي المسؤولين، وأنا بكون مسؤولية أمني برقبتهم هني. الدولة اللبنانية تفضل توقفهم تحاسبهم، وقال لهن اللي هني مسؤولين. حكيم، شو رسالتك لرئيس الجمهورية اللي هو رئيس كل البلاد وهو ابن شبيل، وتحديدا هل رئيس الجمهورية وسائر المسؤولين على دراية بانه اشارات الضعف عم بيعطوها عم بتخلي الناس تاخذ حقها بايدها بدل ما هي تكون عم تقدر تكون على الدفاع عنه؟ نحن بعدنا متمسكين بمنطق الدولة الى اقصى درجات التمسك، ولا نعتبر بان لدينا حقوق ان ننتزعها من خارج اطار الدولة. ما كنت بدي اقولها بس انت سألت، وقت قلت انه طاولوا علي وعلى غيري، طاولوا علي وعلى رئيس الجمهورية. الناس اللي كانوا واقفين على الطريق سبوني وسبوا رئيس الجمهورية، واعتبروا الرئيس الجمهورية هو اخلى سبيله لهذا الشاب اللي كان موقوف من يومين بالسرايا، وانه انا سعدت رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية ابن المنطقة، ورئيس الجمهورية صديقنا، ورئيس الجمهورية له على هيدي المنطقة وله على كل لبنان. هيدي المنطقة أيضا أمانة برقبتك يا فخامة الرئيس، هيدي المنطقة أمنة أمانة برقبتك. نحن ما بدنا بهيدي المنطقة أنه يفوتوا يستبيحوا أرضنا بلاسة وما يكون في دولة تستكمل أعمال المساحة. مشكور وزير الداخلية أنه رجع بدأ فيها ابتداء من 15 تشرين. نحن ما بدنا يا فخامة الرئيس أنه بهيدي المنطقة جرد العقورة يبقى بلا مساحة ومفتوح على كل الاحتمالات مع اليموني. نحن ما بدنا يا فخامة الرئيس بهذه المنطقة أنه أفقى تبقى مش ممسوحة. ما بدنا يا فخامة الرئيس بهذه المنطقة تفوت دورية راجلة على بلدة ينوح تستجوب عمال سوريين نسألهم مين أنتو، يقولوا نحن دورية من حزب الله، بعدين يجي حزب الله يقول لا هودي ناس ما قلنا احنا ما قلنا علاقة فيهم، وهودي ناس بيشربوا ونحن ما في عندنا ناس بتشرب. نحن ما بدنا يا فخامة الرئيس بمنطقتنا انهم يسكروا لنا طريق أرطبة لانهم معترضين على قرار قضائي هن ما لهم حق فيه. نحن ما بدنا يا فخامة الرئيس ما يبقى لنا بهيدي المنطقة الا شعار جبال احلى، نعمل اعراس وسياحة ومنجعمل ارجيلة وصحن الحمص، هودي على راسنا وهودي كتير منيح وهودي عظيمين وهودي عم بيعملوا دورة اقتصادية وسياحية ممتازة ببلاد جبال، بس هيدي المنطقة قرارها إلنا مش قرارنا لغيرنا، ونحن فقط هون أدوات بهيدي المنطقة. ساعة بيخبرونا بيحطوا إيدهم على كنيستنا بلاسة، ساعة بيخبرونا بيحطوا إيدهم على طريقنا نحن وجايين على البيت، وساعة بيخبرونا أنه بيحطوا إيدهم على قرارنا السياسي. لا يا فخامة الرئيس، أنت مسؤوليتك أنك توقف بجانبنا لأنه نحن أخوتك ونحن للدولة اللبنانية منا لحدا تاني. أنا شكركم جميعا، أهلا وسهلا فيكم. إذن مشاهدينا، استمعنا إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب السابق فارس سعيد، وأكد سعيد أن المؤتمر يعقد لتجنب الصدام وأنه يريد المحافظة على العلاقة مع الشيعة في المنطقة، وحذر من تسكير الطرقات مجددا، وقال لا تدخلونا في مشكلة لا ندري كيفية الخروج منها. سعيد تساءل ما هي مسؤولية حزب الله فيما يجري في جبيل ولاسة وينوح وقرطبة، داعيا الحزب إلى الاستنكار أو إصدار بيان. سعيد شكر القوى الأمنية التي عملت على إعادة فتح طريق قرطبة إثر الإشكال، وأشار إلى أن الدولة ضعيفة أمام حزب الله، لكنه أكد في الوقت عينه أنها تفعل ما بوسعها أمام هذا السلاح. وقال سعيد بصفته مواطن جبيلي سيأخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق من أقفل الطريق يوم السبت وكل من يثبت أنه وراءه، محملا إياهم مسؤولية أمنه الشخصي. ومن أقفل الطريق السبت تطاول عليه وعلى رئيس الجمهورية كما قال سعيد. هذا كل شيء مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة.